زهر تفتح بالهدى، كلم تقطر كالندى، قبس من النور بدا، فرسان منبر أحمدا، فرسان حرف أسرجوا، خيل الخطابة مصعدا، نشء يفاخر موطني بعطائهم طول المدى. نهجوا من الإسلام فكرا أوسطا ومسددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي دائمًا بتقوى الله، فهي النجاة من كل سوء ومكروب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن محبة الرب تبارك وتعالى شأنها عظيم، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها سبحانه، فمحبته سبحانه نعيم النفوس وحياة الأرواح وقوت القلوب وقرة العيون. فليس للقلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزكية النيرة أجمل ولا ألذ ولا أطيب من محبة الله سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إلى لقائه. قال يحيى ابن معاذ عليه رحمة الله: عفوه يستغرق الذنوب فكيف برضوانه، ورضوانه يستغرق الآمال فكيف حبه، وحبه يدهش العقول فكيف وده، ووده ينسي ما دونه فكيف لطفه سبحانه وتعالى. عباد الله، ومن العلامات التي يغفل عنها كثير من الناس هي محبة أسماء الله وصفاته، فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث رجلا على سرية، فكان هذا الرجل يصلي بأصحابه ويقرأ لهم، وكان يختم بقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يفعل هذا، فقال: إن بها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا وصلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم مولاكم بذلك. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا، يا رب صل على النبي محمد ما فاض نبع بالجداول أوجرا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. زهر تفتح بالهدى، كليم تقطر كالندى، قبس من النور بدا، فرسان منبر أحمدا، فرسان حرف أسرجوا، خيل الخطابة مصعدا، نشء يفاخر موطني، بعطائهم طول المدى، نهجوا من الإسلام فكرا أو